مساء الخير يا بنات، اهلا بكم في فيديو جديد وطريقة عمل الكوفية. زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، سهلة وبسيطة للمبتدئين، يعني لو حد ما اشتغلش قبل كده ممكن هيشتغلها بكل سهولة. دلوقتي احنا معانا الخيط دوت، خيط اليزا، والابرة مقاس 5 3.5، مقاس 3.5، تمام. والكوفية دي احنا مش هنبدأها من هنا بالشكل ده، لا احنا هنبدأها بطول الكوفية بالشكل ده، هناخد سلاسل كده بطول الكوفية، تمام، وسهلة وبسيطة. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا هنمسك الخيط وهنعمل عقدة البداية، تمام، وهنفضل نمشي 15 سلسلة 15 سلسلة لغاية ما ناخد طول الكوفية. كده 15 سلسلة، تمام. هنفضل نطول في السلسلة دي لغاية ما ناخد طول الكوفية اللي احنا عايزينه، 1.5 متر او 200 او 180 او متر كده، يعني حسب ما احنا عايزين، تمام. هخلصها واجيلكم. وجينا لكم تاني بعد ما كملنا السلسلة زي ما انا قلت لكم. دلوقتي انا عملت 75 سلسلة، بس طبعا هي مش هيبقى طول الكوفية طبعا، بس انا ايه عشان اخليكم بس تشوفوا الشغل الاول، تمام. هي هتبقى كده، وبعد كده هناخد 3 سلاسل بعد ال 75، 3 سلاسل، وهننزل في اول في ثالث سلسلة ونعمل عمود بلفة بالشكل ده، تمام. هيبقى ده كده اول واحد، نعمل 15 عمود، 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 دلوقتي دوت العمود بلفه. واحنا اتفقنا ان العمود بلفه بنعمله بنلف كده اهوت، وننزل كده اهوت، وناخد لفه تاني ونطلع بيها، وناخد حلقتين في حلقتين، ده السلسله. دلوقتي انا كده عملت 15 عمود، تمام. وبعد كده هعمل 15 سلسله، ادي 1 2 3 تمام. ادي ال 15 سلسلة هم، وهنبدأ نعد من تحت 15 تاني. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ونيجي هنا بعد ما سيبنا 15 سلسلة من تحت، هنبدأ نعمل عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. بالشكل ده هنا 15 عمود بلفة و 15 سلسلة فوق، ونسيب 15 تحت، ونبدأ نعمل 15 عمود تاني. زي ما انتوا شايفين كده العمود بلفة، بناخد لفة كده وننزل بيها كده اهوت، وناخد نطلع بلفة وناخد لفتين في لفتين.
13 تمام. بعد ما خلصنا ال 15 عمود هنبدأ نعمل 15 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ونبدأ ننزل تاني نعد هنا 15 سلسلة، ونبدأ في ال 16 نقوم حاطين عمود بلفة. نبدأ ناخد عمود بلفة في السلسلة ال 16. بالشكل ده تمام. وبعد كده هناخد اخر 15 عمود. هخلصها وجيلكوا تاني. وجينا لكم تاني عشان نرتفع السطر التاني مع بعض. دلوقتي احنا كده خلصنا. هو طبعا ده مش طول الكوفيه، بس انا عشان اخليكم تشوفوا بس الشكل بتاعها الاول. طبعا احنا الطول بتاعها دوت بناخد المقاس اللي احنا عايزينه في طول الكوفيه، بناخد الطول اللي احنا عايزينه. هنشوف بقى السطر التاني هنعمل فيه ايه. هنطلع السلسلتين وهنلف الشغل كده، وناخد عمود بلفه فوق كل عمود عمود بالشكل ده لغايه ما نخلص ال 15 عمود بتوعنا. بس وهي كلها على طول كده، ما فيهاش اي حاجه تاني. هي كل الشغل بتاعنا عمود بلفه وسلسله، عمود بلفه وسلسله. كده بناخد كل اللي احنا بنعمله، ان احنا بناخد كل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده تمام. احنا كده خلصنا اول 15 عمود. بعد كده ناخد 15 سلسله اللي هم دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده عملنا ال 15 التانيين بالشكل ده، وهنبدا نعمل عمود بلفه فوق العمود. نلف كده، وفوق اول عمود دوت هناخد عمود فوقيه. بس هي القصه كلها على كده، ما فيهاش اي حاجه تاني. اللي هو 15 عمود ونسيب 15 سلسله، و15 عمود و15 سلسله بالشكل دوت تمام. هخلصها وبعد كده هتشوف هنرجع نعمل ايه تاني. ودلوقتي بعد ما انتهينا من عمل الكوفيه هفهمكم تعملوا دي ازاي تمام. سهله وبسيطه. هنجيب حته زي دي كده، مقاسها هنشوف المقاس كام بالظبط، 22 سنتي تمام. وهنبدا نجيب الخيط. نجيب الخيط بالشكل ده، وهنمسكه كده من تحت كده، ونبدأ نلف 7-8 لفات. 2 3 4 5 6 7 8 تمام. نروح ماسكينها كده ومطلعينها بالشكل ده، وان جايبين المقص ونقص الخيط.
معايا ونفتحها من تحت بالشكل ده. تمام، هنمسكها كده اهو زي ما احنا ماسكين كده، ونجيب الكوفية بالشكل ده، عند اول سلسلة احنا كنا بننتهي بيها، وندخلها كده. تمام، وبعد كده هنفتح الخيط بالشكل ده ونلف وناخد دي كده بالشكل ده اهي زي ما انتوا شايفين كده. وكده انتهينا من الفيديو، وادي شكل الكوفية بالشكل ده. احنا كده خلصناه. تمام، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واستنوا فيديوهات جديدة.